فليحمل له وطناً يحيي ذكرى شهدائي في عالم مليء بالحروب والآلام. فليحمل له وطناً يقف شامخاً ما بين الحدود الحارقة. زمان في حرب أكتوبر كان أمامنا عدو محدد المعالم، دلوقتي بنتحارب بكلمة بفكرة أو حتى عمل درامي. النهاردة إحنا بنعايش الوجه الناعم للحروب اللي بيتسرب برفق لعمق المجتمعات، اللي بيزلزل نقاط ضعفه على نار هادية وهو يترفه يتثقف، اللي بيحاول يسيل كل صلب، يسيل الحدود، الدول، القيم، الحب، الحرب، الثقافة، الانتماء، حتى الخيانة لبسوها عباية الحرية والوطنية والمهنية الإعلامية كمان. حروب استخدمت أدوات التكنولوجيا السياسية، شبكات تواصل اجتماعي، ذكاء اصطناعي لتعيد تشكيل قيمنا ومجتمعاتنا من جديد، لتفرغنا من محتوانا الديني الأخلاقي الحضاري، وندخل وبكامل إرادتنا إلى عالم الضعف والهشاش، وكأننا بلا جذور بلا جدران بيكلموك بلغتك بفكرك بشرايين شرايينك لأنهم للأسف من نسيج. استخدمت العمليات النفسية الممنهجة لتصدير الانقسام، العزل، العجز، التخوين، التهويل، الانتزاع من السياق، السخرية، الشائعات، وكمان أكتر من كده. فيا شباب الوطن تدبروا الأمر وما تكونوش نيران صديقة تحرق الأوطان، وتعالوا معايا نشوف الوجه الخشن لتلك الحروب. هتلاقوا أبطال سكنوا الحدود، أبطال حملوا مصر في القلب، أبطال صدقوا ما عهدوا الله عليه. هم دول أصحاب الوعي الحقيقي الصلب اللي فهموا الحدث وحملوا الهم العام والبلاء المدبلج في صدورهم عشان يبقى وطننا عزيز وما يكونش ولادنا أجساداً بلا هوية على حدود اللجوء. وتخيلوا معايا اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد، تتسارع نبضات القلب، يلفظ عبس الدنيا، يقبض تراب الأرض المقدسة، ينظر إلى السماء لتزداد دوائر النور وتزداد، وقبل أن يدخل بكليته إلى عالم الأنوار يستودع مصر أرضها وسماءها، نيلها وريفها، ناسها وديارها، ليودعها وبكل اليقين في أمان الله وضمانه. يا مصر،